مرحبا بكم في الدرس رقم 31 حساب فرق عددين دون احتفاظ النشاط الاول لنفهم ونطبق بمناسبه حفل نهايه السنه الدراسيه وجهت المديره 86 دعوه للاباء والامهات وجهت الدعوه ل 86 من الاباء والامهات حضر 74 مدعوا منهم ثلاثة وثلاثون أما حضروا فقط ربعة وسبعين منهم ثلاثة وثلاثين أم السؤال الأول كم شخصا تغيب عن الحفل شحال من واحد تغيب إذا غادي نحسبو عدد المتغيبين عدد المتغيبين عن الحفل قلنا ستة وثمانين مدعو يعني ستة وثمانين حضر منهم أربعة وسبعون نديرو عدد المدعوين نقسم منهم اللي حضروا ستة ناقص أربعة اثنان ثمانية ناقص سبعة واحد إذا عدد المتغيبين اثنا عشر ونكتبو اثنا عشر السؤال الموالي ما هو عدد الرجال الذين حضروا الحفلة ننجز العمليات ثم نكمل إذا عدد الرجال الذين حضروا غادي نديرو أربعة وسبعون اللي حضروا غادي نقسو منهم ثلاثة وثلاثون أما ثلاثة وثلاثين أم أربعة ناقص ثلاثة واحد سبعة ناقص ثلاثة ثلاثة شحال خصها باش توصل سبعة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أربعة إذا عدد الرجال الحاضرين واحد وأربعون اكتبوا واحد وأربعون نمر إلى التمرين الأول ألاحظ المثال ثم أضع وأنجز سبعة وتسعون ناقص أربعة وخمسون الوحدات العشرات غادي نديرو الوحدات الوحدات بلاصة الوحدات العشرات في مكان العشرات ثم أربع رقم الوحدات غادي نديروه تحت رقم الوحدات رقم العشرات تحت رقم العشرات يعني خمسة تحت تسعة الذي هو رقم العشرات أيضا سبعة ناقص أربعة إذا يعني سبعة ناقص أربعة كم؟ قلنا أربعة شحال خصها باش توصل؟ سبعة خصها ثلاثة غنكتبو ثلاثة ثم تسعة ناقص خمسة خمسة شحال خصها توصل سبعه ثلاثه ثلاثه ثم تسعه ناقص خمسه خمسه شحال توصل تسعه اربعه وكنكتبو أربعة إذا الفرق هو ثلاثة وأربعون ثم ستة وثمانون ستة هو رقم الوحدات ثمانية هو رقم العشرات ثم خمسة الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات ستة ناقص خمسة خمسة شحال توصل ستة واحد ثمانية ناقص اثنان اثنان شحال توصل ثمانية اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا زدنا ستة الفرق هو واحد وستون ثم أربعة وخمسون الوحدات العشرات ثم الوحدات اثنا عشر العشرات أربعة ناقص اثنان اثنان ثلاثة أربعة اكتبوا اثنان خمسة ناقص واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة اثنان أربعة ثانيا عمر جد مريم تسعة وثمانون عاما وعمر جدتها ثمانية وسبعون سنة بكم يكبر الجد الجدة إذا عمر الجد هو تسعة وثمانون عاما الوحدات العشرات وعمر الجدة قلنا ثمانية وسبعون سنة غادي نديرو عملية الطرح تسعة ناقص ثمانية شخص سبعة تسعة واحد ثمانية ناقص سبعة سبعة عشر سبعة ثمانية واحد إحدى عشر يكبر الجد الجدة ب إحدى عشر سنة نمر إلى الحصة الثانية ثالثا أضع وأنجزه تسعة وتسعون ناقص ثمانية إذا غادي نبداو تسعة وتسعون ناقص ثمانية الوحدات تحت الوحدات ثمانية رقم الوحدات تسعة ناقص ثمانية ثمانية خصها واحد باش توصل تسعة إذا واحد تسعة ناقص لا شيء تسعة ثم خمسة وستون ناقص أربعة وعشرون الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات يساوي خمسة ناقص أربعة أربعة خمسة إذا خصنا واحد ثم ستة ناقص اثنان ستة ناقص اثنان كم أربعة لأن اثنان إذا زدنا لها أربعة دلقوا ستة ثم ثمانية وأربعون ناقص سبعة عشر ثمانية ناقص سبعة واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة ثم سبعة وثمانون سبعة وثمانون ناقص سبعة وخمسون دائما الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات سبعة ناقص سبعة صفر ثمانية ناقص خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا خمسة أو ثمانية ناقص خمسة ثلاثة إذا الفرق هو ثلاثون أثبت تعلماتي لنحسب فرق خمسة وثمانون وأربعة وثلاثون الوحدات العشرات نحط الوحدات بلاصة الوحدات العشرات بلاصة العشرات ثم كنديرو الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات خمسة ناقص أربعة واحد ثمانية ناقص ثلاثة خمسة قلنا خمسة وثمانون ناقص أربعة وثلاثون يساوي واحد وخمسون إذا الفرق بين خمسة وثمانون وأربعة وثلاثون هو واحد وخمسون إذا واحد وخمسون نسميه الفرق ثم خمسة وثمانون المطروح منه يعني هذا اللي كان طرح منه هذا العدد هذا اللي هو المطروح ثم الطرح بالفرنسية لا سوستراكسيون الفرق لا ديفيرونس العملية لوبيراسيون هذه هي العمليه اللي درنا ثم رابعا انجز احمد عمليات الطرح التاليه اتاكد من صحتها واعيد انجاز الخاطئ منها يعني 96 ناقص 35 6 ناقص 5 1 ثم 9 ناقص 3 6 لان 6 زائد 3 9 6 7 8 9 اذا يعني هذه العمليه صحيحة، هذه العملية خاطئة، لماذا؟ لأنه لم يضع الوحدات تحت الوحدات، إذا سنصححها، تسعة وثمانون ناقص ثمانية، الوحدات تحت الوحدات كما قلنا، والعشرات تحت العشرات، إذا تسعة ناقص ثمانية كم؟ واحد، ثم ثمانية ناقص لا شيء، ثمانية، الفرق هو واحد. وثمانون وليس تسعة، ثم ثمانية وسبعون ناقص ستة وسبعون، ثمانية ناقص ستة اثنان، ثم سبعة ناقص سبعة صفر وليس واحد، إذا أيضا هذه العملية خاطئة. سنقوم بتصحيحها ثمانية وسبعون ناقص ستة وسبعون، ثمانية ناقص ستة اثنان، سبعة ناقص سبعة لا شيء إذا الفرق هو اثنان وليس اثنا عشر ثم خامسا أحسب فرق كل عددين مكتوبين بنفس اللون سبعة وثمانون ناقص سبعة وأربعون أكتب سبعة وثمانون ناقص سبعة وأربعون سبعة ناقص سبعة صفر ثمانية ناقص أربعة 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 غادي أربعة باش توصل ثمانية ثم ستة وتسعون ناقص خمسة وخمسون وليس خمسة وخمسون ناقص ستة وتسعون لماذا؟ لأن خمسة وخمسين صغيرة على ستة وتسعين وكنديرو العدد اللي كبير ناقص العدد اللي صغير اللي هو خمسة وخمسون ستة ناقص خمسة واحد تسعة ناقص خمسة أربعة الفرق هو واحد وأربعون سادسا أكمل إنجاز عمليات الطرح بإضافة الأرقام الناقصة غادي يعني نكملو عملية النقص ناقص بإضافة الأرقام ناقصة واحد العدد كنقصو منو سبعة كيعطينا صفر اللي هو سبعة سبعة ناقص سبعة صفر ثم تسعة ناقص واحد العدد كيعطينا ثلاثة اللي هو ستة لأن يعني ستة زائد ثلاثة تسعة ستة سبعة ثمانية تسعة ثم خمسة ناقص أربعة كم واحد واحد العدد كان من ثلاثة وكان القو أربعة اللي هو سبعة أربعة زائد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم ثلاثة ناقص واحد العدد كان واحد ناقص اثنان زائد واحد ثلاثة ثم ثمانية ناقص باش نلقاو صفر ثمانية ناقص 8 0 سابعا اضع وانجز كما في المثال لاحظوا هذا المثال 91 ناقص 70 91 ناقص 70 1 ناقص 0 1 9 ناقص 7 2 كنشوفوا هاد الاطفال رافعين الالواح 21 اللوحه ديال علي مكتوب عليها 21 ممكن علي ثم 87 سبعة 87 وثمانون. سبعة وثمانون. سبعة ناقص سبعة وثلاثون دائما الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات سبعة ناقص سبعة صفر ثمانية ناقص ثلاثة خمسة إذا الفرق هو خمسون كل لي اللوحة التي فيها خمسون مريم نكتبو مريم سبعون أو تسعة وسبعون تسعة وسبعون ناقص ثمانية تسعة ناقص ثمانية واحد سبعة ناقص لا شيء سبعة واحد وسبعون اللوحة ديال أحمد مكتوب عليها واحد وسبعون ثم تسعة وستون ناقص خمسة وأربعون الوحدة تحت الوحدة والعشرة تحت, تحت العشرة تسعة ناقص خمسة أربعة ثم ستة ناقص أربعة اثنان مكتوب اثنان اللوحة لرفعها زينب مكتوب عليها أربعة وعشرون اكتبوا زينب ثامنا أضع وأنجز العمليات في دفتري ثم أصل كل كلب بالعظم المناسب إذا غادي نديرو ستة وأربعون ناقص خمسة عشر ستة وأربعون ناقص خمسة عشر ستة ناقص خمسة واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة واحد هو هاد العظم هذا ثم أربعة وتسعون ناقص الوحدات تحت الوحدات أربعة وخمسون أربعة ناقص أربعة صفر تسعة ناقص خمسة أربعة ثم هذا هد العظم هذا هو جل هذا الكل ثم سبعة وسبعون ناقص ستة سبعة ناقص ستة واحد سبعة ناقص لا شيء سبعة واحد وسبعون اللي هو هاد الكلب ديالو هاد العظم تاسعا عندي ستة وثمانون درهما كم ينقصني لشراء الدمية شحال غادي يخصو باش يشري هاد الدبدوب تسعة وتسعون ناقص ستة وثمانون تسعة ناقص ستة ثلاثة لأن ستة خاصة ثلاثة باش توصل تسعة تسعة ناقص ثمانية واحد إذن ينقصه ثلاثة عشر درهما عاشرا لكريم ألبوم يتسع لثمانية ثمانية وتسعين صورة إذ ألصق وليس إذا إذ ألصق به لحد الآن ستة وسبعون صورة فكم صورة يمكنه أن يضيفها لكي يملأ الألبوم إذا عنده الألبوم كيتسع تسعة صورة ألصق لحد الآن ستة وسبعون صورة شحال من صورة بقالو باش يعمر الألبوم كله ثمانية ناقص ستة اثنان تسعة ناقص سبعة اثنان إذا يمكنه أن يضيف لكي يملأ الألبوم اثنان وعشرون صورة لأن ستة وسبعون زائد اثنان وعشرون يتعطينا ثمانية وتسعون صورة اللي هي عدد الصور التي يتسع لها الألبوم